بعد الانتصار في الاراضي التركيه. عنده شانس بودولسكي يصدي الجول 1-0. لوكاس بودولسكي عالمي يا لوكاس، عالمي يا لوكاس، دعك من المعطيات وتكلم بلغه الاقدام. 1-0 في اسرع الاهداف لدوري ابطال هذا السيزون، اقل من دقيقتين. لوكاس بودولسكي، شوف الباس، كره توصل على اليمين في العمق، تمشي كره بضربه قويه بيسرى الامير لوكاس بودولسكي، جول 1-0 لوكاس، 1-0 للفريق الارسنالي. ارسنال فاز بالاراضي التركيه مرتين، كان ضد فينيرباختشي، واليوم يريد كتابه التاريخ بهزم الفريق التركي القوي والاكثر القاب، فريق الجالاتاساراي. هو الاول في رصيده في هذه البطوله، ولكن حاليا خطيره، تمشي شاص، والهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللاعب رامسي. رامسي مر من هنا، ضرب سنان، كسر له الاسنان، ضرب سنان فكسر له اسنانه، والنتيجه 2-0 يا الارسنالي. طارق يخسر كرة، هل هناك خطأ؟ لا، هل أخطأ الحكم الإسباني؟ الإسباني شكله غلط، الإسباني شكله ظلم، والكرة تمشي ولا تظلم أمامك كرة يا سينان. 2-0 أوكسلي شامبرلي لرمسي، وثنائي خط الوسط يصعد هجومات الجانرس بالهدف الثاني الأرسنالي. المدافع تدوي سيرة الأرسنال في آخر موسمين، تمشي الكرة عن طريق كامبل، ترجع من الدفاع الإنجليزي، تسديدة، الله، عالمي 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 يا الأرسنال العالمي. رامسي مرة من هنا، رامسي ضرب كرة بسرعة الصاروخ، هدف ثالث سوبرسونيك، هدف ثالث سوبرسونيك، ايرون رامسي، هدف ثالث للتاريخ، هدف ثالث من اجمل اهداف البطولة، بل يكاد يكون هدف الشامبيونز هذا السيزون. ماش قولك؟ ما قولك؟ شوف ما اروعك يا ولد يا ولد يا ولد. جولاثو 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 يا ايرون، ايرون ايرون حرق مرمى الاتراك وضرب اسنان السنان مرة ثالثة. 3-0 اي ارسنال، اي روح، لماذا لا يلعبون كل 90 دقيقة بهذا المستوى؟ لماذا هم متخبطون عشوائيون؟ طورا فوق وطارة تحت، اليوم الارسنال فوق، جالاتاساراي تحت. فرصة للهولندي، كرة تمشي شنايدر، حطالو 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 يا ابو كلب، هدف ولا اروع منك يا الهولندي. انا ما اقول لك انه الهدف الاول، الهولندي في قذيفه يكسر الصمود الارسنالي. 3-1، اهداف جميله جدا. ويسلي شنايدر المان اوف ذا ماتش، يستاهل جالاتاساراي، وخاصه شنايدر، ما لابومبا لابومبا جول، هدف ولا اروع، لا يقدر عليها تشيزني، كوره ملفوفه، كوره جميله جدا، وهدف رائع ومخالفة عالمية من ويسلي شنايدر. 3-1 أرسنال، أرسنال يخسر الشوط الثاني بهذا الهدف، ولكن يكسب المباراة باستحقاق. الشوط الأول كان رائع جدا للفريق الإنجليزي، خسارة بالنسبة للمواعيد. كورة من بودولسكي للرابع، نتيجة الذهاب يا لوكاس، الرابع الرابع الرابع، لوكاس جول، الرابع يا لوكاس جول، 4-1 ثنائية بودولسكي. الأمير الألماني مرة من هنا، الكبير الألماني مرة من هنا، 4 ذهابا 4 في الإياب. الفريق التركي ما عندوش دفاع، الفريق التركي من غير دفاع، 5 أهداف في ماتش مثير وماتش سريع وماتش مخاطف. قل لي الحكم، كلمني يا بوربالين، حسبت الهدف ولا لا؟ نعم هدف محسوب، 4-1 موجود، بودولسكي يسجل الرابع، والتركي مصدوم. بودولسكي 3 في البدايات، هو خاتمها في النهايات، هو مسك البداية وهو حسن الختام. الرابع الرابع يا الألماني، الرابع، ألماني ألماني ألماني، 4 قاسية على الأتراك، 4-1 في ليلة غاب فيها البشوات، وفي 90 دقيقة حضرت نجاعة الأرسنال. الجالرس يعاقب اختيارات حمزة كلو، وينتقم لهزيمة ستوك، ويقول الأرسنال موجود. أصدقائي المشاهدين، استمتعنا بمباراة كبيرة
هذا اللقاء بدون رهان، ولكن كان رائع ومثير. غدا اللقاء عليه العين، مانشستر سيتي يلعب في روما ضد دياب، سأرافقكم بإذن الله غدا موعد القمة في دوري الأبطال. 4 أرسنال 1 غالاتا سراي.